عندنا شوية أسئلة عايز أختم بيها الحقيقة في الاحتفالية النهاردة بتاعت ليلة القدر وفي كلام السيسي عن غزة تحديدا. يعني في شوية أسئلة منطقية برضو، أي حد بيفهم، أي حد عاقل، أي حد عنده منطق هيطرح هذه الأسئلة بعد ما يسمع رئيس الجمهورية هو بيقول لك إحنا لم نتوانى ولن نتوانى وعايزين دولة فلسطينية وحدود 67 وإحنا مع غزة وداعمين لغزة وأنا وإنت ومش عارف إيه. تعالوا نشوف مع بعض مجموعة أسئلة مهمة الحقيقة عن دور مصر تجاه غزة. أول حاجة، هو مساجد مصر فين من دعم غزة؟ يعني ليه مساجد مصر لا تصدح بالدعاء لأهلنا في غزة؟ ليه صلوات أو صلاة القيام والتهجد والمساجد لا تفتح للاعتكاف وصلاة التهجد والدعاء والقنوط من أجل غزة؟ ليه وزارة الأوقاف مشغولة دلوقتي أنها توزع الخطبة الموحدة بتاعت صلاة العيد وما بتعملش حالة حقيقية في المساجد المصرية زي ما كانت طول عمرها تجاه أهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة؟ أضعف الإيمان وأقل شيء أن يكون هناك دور حقيقي لمساجد مصر تجاه دعم غزة، لكن عبد الفتاح السيسي لن يسمح بذلك. الرجل عنده هس لو أي 3-4 جمعوا مع بعض اتكلموا في أي حاجة. النقطة اللي بعد كده هو بيتكلم عن دور العلماء الرهيب جدا في مواجهة الأفكار المنحرفة. يخرب بيت الأفكار المنحرفة يا سيء الذكر، احنا دلوقتي عند الكيان المنحرف، احنا دلوقتي عند الجنود المنحرفين، احنا دلوقتي عند الغرب المنحرف. انت ليه مش بتوجه العلماء في مواجهة انحراف الكيان الإسرائيلي ودول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟ انحرفوا عن الإنسانية وانحرفوا عن الأخلاق وانحرفوا عن كل شيء. يا أخي وجه العلماء إن هم يكلموا الناس عن قد إيه هذا الغرب منافق، عن قد إيه الكيان الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية، عن دور المواطن المصري المسلم أو المسيحي أو أيا كان دينه تجاه البني أدمين اللي موجودين في قطاع غزة. ليه ده ما بيحصلش؟ لأنه مش هيحصل، لأن عبد الفتاح السيسي شغال عندهم أصلا. نوصل بعد كده لمعبر رفح، ليه المعبر لسه مقفول؟ ليه المساعدات مش بتدخل بشكل مكثف؟ فين الضغط المصري؟ وليه ما قطعناش العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ وليه مصر لم تنضم لجنوب أفريقيا في دعوة محكمة العدل الدولية؟ وليه السيسي بيعتقل المتظاهرين المناصرين لغزة؟ هل حد عنده إجابة على أي سؤال من الأسئلة دي؟ اللي عنده إجابة يتصل ب 140 دليل، لأن الحقيقة أنا ما عنديش إجابات. الإجابة الوحيدة أن هذا الرجل هو موظف لدى الكيان الإسرائيلي، ما عنديش الحقيقة أي إجابة تانية. لكن خلاصة القول أن عبد الفتاح السيسي بيبدأ عهده الجديد بخطابات مكتوبة في احتفالية ليلة القدر وبتصريحات غريبة وخطيرة في إفطار الأسرة المصرية.